My life stand to be dominant in that, in the fight. Yeah, and not be just survivor in that. To be the hunter. What's next, Glover? Then I'm gonna keep going. على القائمة النارية للتنافس يتربع نزال بيرهاسكا ضد تيشيرا في معركة ملحمية. شاهدنا الفصل الأول منها في قتال شرس مدة 25 دقيقة، خرج منها بيرهاسكا منتصرا كبطل جديد، لكن عشاق الأمامي أقروا بتكافؤ المتنافسين في حيرة أفضت إلى فصل ثاني من هذه الكلاسيكية الجميلة تحت المجهر. سنخضع مواجهتهم الثانية لتحليل دقيق. لنعبر إلى التفاصيل. يوري بيرهاسكا، من الصواب أن نبدأ هذا التحليل مع الساموراي التشيكي. يوري بوزن 205 باوند هو أحد الإضافات الحديثة لليو اف سي في قسم الوزن الثقيل الخفيف. ظهر لأول مرة في العام 2020. ثلاث نزالات تحت جناح هذه المنظمة كانت كافية لإظهار مدى روعة بيرهاسكا واحترافيته في القتال، مستحوذا على لقب الفئة، لقب قضى المقاتلون عقودا في محاولة الوصول إليه دون جدوى، بسجل حالي من 29 انتصارا وثلاث هزائم. يوري يجيد مجموعة من فنون القتال في آن واحد، تنوع طبع أسلوبه غير التقليدي الذي يمزجه بسماته الفاردة، وهو ما يفسر انتصاراته 25 بالكيو وثلاثة بالإخضاع. مشوار من المهنية بدأ في المنظمة اليابانية رايزن لعدة سنوات، حيث كان بطلهم في الوزن الثقيل الخفيف قبل أن يشق طريقه إلى اليو اف سي، وهي المنظمة الأقوى التي صقل فيها اسمه سريعا من خلال هزمه بالضربة القاضية لفولكان أوزامير وأخرى لدومينيك ريس في الجولة الثانية. كانت ضربة ريس القاضية ضمن لائحة أجمل وأفضل كيو لذلك العام. تفوق رشحه لمعركة اللقب ضد غلوفر، حيث عانى يوري من الكثير من المحن قبل حصده للقب، صعوبات سنضعها جميعا تحت المجهر. لكن قبل ذلك دعنا نلقي نظرة على البطل السابق غلوفر تيشيرا. تيشيرا في عمر 43 عاما ولياقته جيدة لكونه أفضل رجل عجوز في الأمامي، وهذه ليست إهانة بل بالعكس فهي شهادة على انضباطه وعمله الجاد الذي مكنه من التنافس بندية مع مقاتلين يافعين. مشوار طويل من الاحترافية في مسيرة الأمامي بدأت في العام 2002، خلفت سجلا هائلا من 33 انتصارا وثماني هزائم. تيشيرا هو ورجل تكافؤ الفرص مقارنة ببيرهاسكا ب18 فوزا بالقاضية و10 بالإخضاع. قبل خسارته الأخيرة كان يعيش أفضل فترة في مسيرته القتالية. بعد حصده 6 انتصارات متتالية توجها بحصوله أخيرا على اللقب الأغلى في فئته بهزمه ليان بلاهوفيتش في اليو اف سي 267. غلوفر هو رجل تقليدي في أسلوب قتاله، فهو يمزج تقنيات الملاكمة مع الجوجوتسو البرازيلي، ومع تقدمه في السن أصبح يعتمد على المصارعة بشكل أكبر، أمر جعل الجميع يتفاجأ عندما أخضعه بيرهاسكا. لحظة فارقة نحلل من خلالها أحداث مباراتهم الأولى. المعركة الأولى أجريت أول معركة بين الاثنين في وقت سابق من هذا العام في سنغافورة في اليو اف سي 275، وكان الدفاع الأول لغلوفر على لقبه، نزال رشح فيه المقاتل اليافع بيرهاسكا لانتزاع اللقب، دون أن يتخيل أحد أننا سنشهد معركة نارية صنفت كأفضل قتالات العام.
خلال المعركة. اعتمد غلوفر على مصارعته المحسنة كثيرا، فمن الصعب مواجهة بيرهاسكا وقوفا بسبب خطافاته غير التقليدية بقوة الكي او الهائلة. غلوفر قام بإلغاء هذا الطرح وأخذ المعركة نحو الأرض قدر المستطاع، ونجح في الإسقاط 5 مرات، إسقاطات صاحبها الكثير من التحكم الأرضي، رفعت حظوظ غلوفر في محصلة النقاط. يوري كان في أفضل لحظاته في الجولة 4 بسبب تعب غلوفر وتباطؤه، لتبدأ الجولة 5 بانتفاضة شرسة لغلوفر. مؤكدا هجومه بإسقاط أرضي جديد، لكن يوري كان قادرا على قلب غلوفر ثم إخضاعه في نهاية إعجازية. بشكل عام ألقى غلوفر 111 لكمة مقابل 120 ليوري، وحصل على 5 إسقاطات أرضية، تصدى يوري لـ4 بعكس الإسقاط. كانت معركة للياقة البدنية وقوة الإرادة، وهما سمتان توفرتا في بيرهاسكا. فكيف سيلعب الفصل الثاني من هذا النزال؟ لنضع كل النقاط الفارقة تحت المجهر. أولا الملاكمة. لغز الملاكمة في بيرهاسكا يتمثل في توليده نسبة 5.77 لكمة في الدقيقة مقابل امتصاصه 5.40. هذا التوزيع المتساوي تقريبا بين اللكم والامتصاص هو أمر غير معتاد للغاية بالنسبة لمقاتل في مستوى النخبة، لكن الأمر يرجع بشكل أساسي إلى أسلوب بيرهاسكا الغريب والفريد بتفجيره لكمات من زوايا غير تقليدية، وهو أسلوب ذو حدين، يمكن من إصابة الهدف كما يجعلك هدفا سهلا أيضا، لكنه يعمل جيدا لحد الآن. أما بالنسبة لغلوفر تيتشيرا، فرغم مسيرته الطويلة في الأمامي فهو يتوفر على فرق سلبي بين توليد اللكمات وامتصاصها، فهو يلقي حوالي 3.8 لكمة في الدقيقة ويمتص 3.93. لذلك لا عجب أن قتالهم الأول كان مذهلا للغاية ومليئا باللكمات الجريئة التي ترنح لها جسديهما، مع تأثير أقوى ليوري الذي فجر بشراسة أكبر، لتحسم هذه النقطة بأفضلية واضحة لصالح بيرهاسكا. ثانيا المصارعة. يسجل غلوفر نسبة 2.2 إسقاطا كل 15 دقيقة، وهو أعلى معدل من متوسط اليو اف سي، وكان ذلك واضحا خلال النزال الأول ب5 إسقاطات صريحة. ورغم دفاع يوري بنسبة 68% ضد الإطاحة فيبقى دفاعا غير فعال، فقبل غلوفر خاض يوري بشكل أساسي معارك ملاكمة دون مواجهة أي مصارع حقيقي، ولم ينجح غلوفر بإطاحة خصمه فحسب، بل كان متوسط الإبقاء في الأرض حوالي 10 دقائق. يوري أظهر بعض المهارة الجيدة لقلب خصمه باستعمال الجوجوتسو بدلا من براعته في المصارعة لمعادلة الكفة، لكن بشكل عام طور غلوفر لعبته الأرضية كثيرا في سنواته الأخيرة، حيث أن أكثر من 70% من قتالاته الأخيرة اعتمدت كليا على عملية الإطاحة والإخضاعات. لذا من السهل منح غلوفر ميزة في هذه النقطة رغم خسارته بالإخضاع في المباراة الأولى. ثالثا العامل العكسي. بالنسبة للبطل فإن العامل العكسي هو الإسقاطات الأرضية، فقبل حسم النزال كانت المعركة متوجهة نحو فوز تيتشيرا بإجماع النقاط، وهو أمر راجع إلى حد كبير إلى قدرة غلوفر على إسقاط يوري وإبقائه في مكانه مشلول الحركة نحو الموت البطيء، وضعية قاتلة تستنزف طاقة يوري في محاولة العودة للوقوف على قدميه. أما العامل العكسي لغلوفر فمرتبط بالعمر، حتى لا ننكر صعوبة الاصطدامات الشرسة والطويلة مع التقدم في السن، ولعب هذا العامل دورا حاسما في القتال الأخير. كان غلوفر منهكا ببساطة في محاولة لمضاهاة وثيرة يوري العالية بصفة غير منتظمة، وبحلول الجولتين 4 والـ5 كان غلوفر قد استسلم فعليا قبل استسلامه الأخير. رابعا من سيفوز؟
ترتبط نتيجة النزال كثيرا بعامل السرعة الذي يلعب دورا عكسيا، فكلما زادت سرعة النزال إلا وارتفعت حظوظ بيرهاسكا في إنهاء المعركة بالكيو بسبب بطء غلوفر في توليد ردة الفعل. والعكس صحيح، فكلما تباطأ رتم النزال قلت فاعلية بيرهاسكا وانتعش غلوفر في قتل المباراة تدريجيا بالمصارعة. وما بين السرعة والبطء ستحسم المعركة النارية الثانية لقمة الوزن الثقيل الخفيف. شكرا لكم على تتبعكم.